ضمن تغطيتنا لفعاليات مهرجان الشارقة الدولي للكتاب تابعنا حفل الافتتاح وبنبقى اليوم مع تفاصيل النشاطات الثقافية يلي دارت على مدى الأيام وأكيد كان للبنان الحصة الأكبر بالأعمال الفكرية ليجمع هالمعرض بدورته 33 كتاب ومفكرين عرب وأجانب. فريق أعمال أخبار الصباح كان حاضر بهالحدث ورجع بهالتقرير. المشهد داخل معرض الشارقة الدولي للكتاب غير مألوف عربيا. 1256 دار نشر والمشاركة ل 59 دولة من حول العالم كلهم اجتمعوا بمعرض أقيم على مساحة 13500 متر مربع. من بين كل دور النشر المشاركة الحضور اللبناني هو الأساس، طالما ولادة المعرض كانت لبنانية بامتياز. فمن 33 سنة لما أقيم أول معرض بمملكة الشارقة كان مؤلف فقط من 30 دار نشر لبنانية. يعني لو مهمة الناشرين اللبنانيين بكل بلدان العالم العربي ولا معرض ما بينجح، هاي الحقيقة. فتواجدنا كلبنانيين وكدار الأدب بالذات هون بقدر ما نحن عم نستفيد من وجودنا بالشارقة بقدر ما الشارقة عم تستفيد من وجودنا كمان عندهم. يعني الشارقة أصبحت محطة من المحطات يلي نحن كل سنة منزورها ومنعرض إنتاجنا وتعبنا فيها، وهي طبعا صارت مثل معرض القاهرة، مثل معرض بيروت، مثل معرض أبوظبي، ومنتمنى ترجع أيام بغداد وأيام الخرطوم وأيام دمشق. كم معرض دول الخليج نعم هلأ عم يشكله متنفس، لأنه الكتاب عم يواجه أزمة بالأساس نسبة القراء ضئيلة، والأحداث المتسارعة على منطقتنا كمان عم تأثر سلبا على الموضوع. الحضور اللبناني بمعرض الشارقة الدولي للكتاب ترافق أيضا مع حضور عربي كثيف من كافة الدول العربية. هالمشاركة بينتظروها سنويا أصحاب دور النشر، فهي بتشكل متنفس لهم بظل تردي الواقع الثقافي العربي. لما بشارك في المحافل الدولية أو المعارض الدولية بعرف القارئ الخارجي بإنتاج دار الشروق وكتب دار الشروق والكتب اللي صدرت حديثا بدار الشروق، فدايما بيبقى في لقاء بيني وبين القارئ أو لقاء بيني وبين القارئ العربي في المعارض الخارجية. معرض الشارقة من أهم المعارض في الوطن العربي، ونحن دي سبع سنة للدار بتشارك في معرض الشارقة، والمعرض بيقدم خدمة لكل الناشرين في الوطن العربي. سنة بعد أخرى أصبح لهذا المعرض وزن في المشهد الثقافي العربي، ويتوسع هذا المشهد بمشاركة كل دور العربية وخاصة في المغرب. الشارقة الدولي للكتاب ما اكتفى بالحضور العربي، فاستقبل أيضا دور نشر أجنبي، وخاصة الدور المهتم بالثقافة العربية أو الدور المهتم بنشر كتبها على المستوى العربي. It's our first attempt to participate in this event, and frankly speaking we may even call it زيارة استطلاعية because we are here just to understand the need of the Arab reader in order next time bring the books which are really demanded by Arab audience. Since several years I'm coming with my books to the Sharjah Book Fair by an invitation from of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al-Kazimi, who also is breeding Asil Arabian horses. And so we have also a lot of horse books.
نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم دكتور أكرم شتي مدير البرنامج الوطني للسكري بوزارة الصحة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيكم. شكرا. بيصادف بكرة 14 تشرين الثاني اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري. نعم. ولهالمناسبة بمستشفى رفيق الحريري الحكومة قمتوا بحملة حضرتكم للتوعية ضد هالمرض. بالبداية خلينا نعرف بشكل هيك مختصر شو هو مرض السكري. مرض السكري هو يتصف بارتفاع نسبة السكر في الدم على المعدل الطبيعي، وأي قراءة لنسبة السكر في الدم على الرئة بالتناول طعام فوق 126 ميلي جرام معناتها أنه المريض عنده مرض السكري. المشكلة بمرض السكري هي النسب العالية لعدد المصابين فيه بكافة العالم، كافة أنحاء العالم. نعم. والخطورة أنه النسب والأرقام عم تزيد بشكل سريع من هون ومخيف. يمكن ضرورة القيام بحملات مثل الحملة اللي قامت فيها. نعم. وزارة الصحة، شو كانت الحملة بالضبط؟ يعني شو ضمنت؟ الحملة الحقيقة قامت فيها وزارة الصحة برنامج الوطني للسكري بالتنسيق والتعاون مع مستشفى رفيق الحريري الجامعي. الهدف منها بيوم 14 تشرين أول من تشرين تاني من كل سنة، هذه صارت مناسبة عالمية كل دول العالم تحتفل في هذا اليوم في محاولة للتأكيد على خطورة مرض السكري ولزيادة الوعي والثقافة الصحية في كافة مجتمعات في كافة الدول حول هذا المرض، كيفية الوقاية منه، كيفية علاجه، كيفية تجنب المضاعفات المرتبطة فيه. فالحملة هي كانت بهذه المناسبة، والحقيقة أي متى صارت الحملة؟ صارت مبارحة، وكانت مثل ما قلنا بالتنسيق مع البرنامج الوطني للسكري. اوكي. شو ضمنت؟ شملت طبعا تعبئة، اول شيء استماره للاشخاص اللي حضروا وشاركوا بالحمله، واستمرت هي طول النهار من الساعه 9 للساعه 3. نعم. تعبئة استماره للاشخاص اللي شاركوا، بتضمن تاريخ مرضي بسيط عنهم، اذا عندهم امراض مثل السكري والضغط، دهنيات بالدم، اذا حدا بالعائله عندهم هاي الامراض المزمنه ايضا. ايضا كان في اخذ لضغط المريض، قياس لنسبة السكر في الدم بشكل مباشر وفوري مع أخذ طوله ووزنه، وتوزيع بعض المنشورات والكتيبات التثقيفية حول مرض السكري. وأيضا انتهت بأنه الأشخاص اللي شاركوا قابلوا أطباء اختصاصية بأمراض الغدد والسكري العاملين في المستشفى، والتغذية أكيد لأنه واختصاصية بالتغذية، وأعطاهم تعليمات وإرشادات طبية وغذائية إذا كانوا مصابين بالمرض أو لتجنب يعني المرض. يعني الحملة شملت بس الأشخاص المرضى بالسكري أو أشخاص يمكن ما عندهم إجوا، يمكن بس حابين تشخيص. هي حملة عامة وتم الإعلان عنها ما قبل عبر بعض وسائل الإعلام اللي غطت الخبر ما قبل الحملة. أي شخص إجا إن كان عنده سكري أو ما عنده سكري تم استقباله بهذا اليوم وإجراء كافة الإجراءات اللي ذكرتها. نعم. دكتور، هالحملة مثل ما ذكرت حضرتك بتنعمل من ضمن يمكن كتير من الإيفانتس خلينا نقول اللي بيصيروا بالعالم للتوعية. قديش برأيك العالم يلي حضروا على الأقل مبارح واعيين؟ نعم. على خطورة هالمرض؟ الحقيقة بالتأكيد نسبة الوعي والثقافة الصحية بالمجتمع اللبناني تحسنت كثيرا قياسا بالسابق، ولكن ما زال هناك حقيقة الحاجة إلى تعميق الوعي والثقافة الصحية بشكل أكبر وأكثر، لأنه بالأخص بالنسبة لمرض السكري خطورته هي بعدم الإلمام الكامل بالمعلومات الطبية الصحيحة والعلمية حول هذا المرض وكيفية الوقاية منه والمضاعفات المرتبطة منه. صح. إضافة لعدم يعني فهم دقيق من قبل مرضى المصابين بداء السكري للربط ما بين القدرة على السيطرة على المرض والقدرة على تخفيف المضاعفات المرتبطة بالمرض. هون السؤال، يعني المرضى يلي شاركوا بالحملة قديش هن متعايشين مع السكري؟ قديش بيعرفوا معلومات عن السكري؟ وقديش بينطروا هالحملات اللي بتصير يعني بصورة دورية يمكن يتقبلوا أكثر؟ في كذا إشكالية أو كذا عقبة. العقبة الأولى في بعض الأشخاص غير ملمين بشكل كافي ووافي حول مرض السكري. في أشخاص ملمين ولكن لا يطبقوا هذه التعليمات. يعني مثل ما نقول انه التدخين مضر ولكن في كتار بيدخنوا، السكري بيضر وبيؤدي لمضاعفات خطيره، جلطات دماغيه، جلطات قلبيه، احتشاء بعضله القلب، بتر للاطراف، عجز بالكلى، تلف لشبكه العين. هاي المضاعفات اثبتت الدراسات العلميه انه بالامكان تجنبها بنسبه كبيره او التقليل من حدوثها او تاخير حدوثها اذا تم السيطره على المرض. ورغم هيك المرضى احيانا غير ملمين بهذه المساله بشكل دقيق وغير مطبقين للإرشادات الطبية والتعليمات الطبية وأخذ العلاجات الطبية بشكل دقيق. بس من بعد يلي ذكرته دكتور بنقدر نقول أنه بعده مرض السكري مرض بخوف، يعني ما في شيء تغير بالسنوات الأخيرة وبالاكتشافات والأبحاث اللي عم بتصير حول بركة دواء
لمرض السكري مش بعده بيخوف، هو عم بيزيد التخوف منه. لانه قلت لك اسباب زياده التخوف منه، اول شيء مرتبطه بالعدد الكبير لمرضى السكري بالعالم اللي هلا بيتجاوزوا 380 مليون، ولارتفاع السريع بنسب الاصابه. يعني نحن من 20 30 سنه كان العدد ما بيتجاوز ال 150 مليون، فز هلا ل 380 مليون. خلال ال 20 سنه القادمه اذا ظلت الامور ماشيه بنفس المنحى قد يصل العدد الى 600 مليون. رغم كل الوعي وكل الحملات وكل الدعايات وهي يؤكد انه ما زال هناك حاجه الى حملات توعيه وارشادات طبيه وتثقيفيه اكثر حتى نزيد ونعمق الوعي الصحي. بس يعني هو نمط العيش يمكن دكتور تغير واختلف وصار مضر بشكل او باخر مما يؤدي الى امراض من بينات السكري. هيدا هو السبب الاساسي للازدياد السريع بالاصابه بمرض السكري. يعني حاليا عم نشوف هالازدياد السريع بمرض السكري، سببه الاساسي هو تغير نمط حياتنا بشقين. الشق الاول الحياه الغذائيه، صرنا اكثر واكثر عم نتجه نحو ما يسمى الغذاء الغير صحي والغير سليم اللي يتصف بسعرات حراريه عاليه ودهون مشبعه، مترافق مع الاقلال من الحركه اليوميه والرياضه البدنيه. هودي اثنيناتهم عم بيؤدوا لزياده الوزن والبدانه، والبدانه بتؤدي الى الكثير من الامراض والمضاعفات ومن ضمنها مرض السكري. طبعا طب من سنه لسنه شو عم بتزيدوا جديد على حملتكم دكتور؟ عم نحاول نعممها اكثر في المناطق. والحقيقه نحن هاي الحمله اللي انعملت السنه هي صحيح انعملت مستشفى بيروت الحكومي الحريري الجامعي، ولكن هي رح تكون نموذج لنعممه حتى خارج يوم العالمي للسكري. خلال الفتره القادمه رح يتم الاتصال بكافه الجمعيات الاهليه والبلديات في كافه المناطق اللبنانيه والتنسيق معها حتى نقوم بحملات مشابهه من خلال إقامة توزيع مناشير طبية وتثقيفية، من خلال فحص المرضى، إجراء محاضرات وندوات طبية لتعميق الثقافة الصحية أكثر ولزيادة الوعي عند الأشخاص. لأنه مرض السكري بالإمكان شغلتين: تجنب حدوثه إذا انتبهنا للأكل وعملنا رياضة وخففنا الوزن، والنقطة الثانية المرضى اللي مصابين فيه بالإمكان تجنب المضاعفات المرتبطة فيه اللي ذكرتها إذا تم السيطرة عليه وأبقينا نسبة السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية. هلا الحملة لا شك أنه بتفيد أصحاب المرض أو مرضى السكري، بس أنا برأيي كمان تتوجهوا بركي للمدارس والجامعات للتوعية على حياة ونمط غذائي سليم لتجنب الوصول إلى. هي الحقيقة الحملات التثقيفية الجدية يجب أن تشمل كافة القطاعات. صح. تشمل الحضرتك اللي ذكرتيها المدارس الجامعات، وأيضا تشمل وسائل الإعلام مثل الجرائد التلفزيونات الراديوات لزيادة أقلها أعطاء حيز أكبر للبرامج الصحية التثقيفية اللي بتعمق الوعي الصحي السليم عند المواطن. نعم شكرا لك الدكتور أكرم شتاي مدير البرنامج الوطني للسكري بوزارة الصحة. شكرا لكم. ونحن أكيد بانتظار الخطوات المقبلة رح تقوموا فيها أكثر لنشر الوعي أكثر حول مرض السكري. شكرا لكم. شكرا. رح نتوقف مع بريك ونرجع من تابع أخبار الصباح.